بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أقدم نفسي أنا عم المرحوم عادل والغي طول. أني عرفته منذ أن كان صغيرا، عشنا تنحل في بيت واحد في أسرة واحدة، وكان متمرس على الدراسة وعلى العمل الدؤوب، واستمر في درسه حتى المستوى الجامعي. وتهيئة الأسباب أن أصبح صحفيا متمكنا متمرسا في هذا الميدان، وجميع التغطية التي كان يقوم بها كنت أطلع عليها في الفيسبوك وفي وسائل الاتصال الاجتماعي، وكانت تعجبني مقالاته وكل التصورات كان يدلي بها. طبيعته كانت طبيعة هادئة، وكانت علاقته مع الجميع علاقة يرجو كل إنسان يكون مثل أن يكون له مثل هذه الطبيعة، لأن الدليل على ذلك هو أن في عملية دفنه رأونا الجموع الغفير من الناس أتوا هناك لتوديع الوداع الأخير، وأطلب من الله عز وجل الغفران له والرحمة في دار الآخرة. نرجو الله عز وجل أن يرزقه الصحة، أن يرزقه دار المأوى وجنة المأوى، وأن يخف عنه في قبره، وأن يجعله إلى عمله الذي قام به صدوقا، وأن يتمكن أن يجعل الله عز وجل أن يقبل عمله الذي قام به، وأن يرحمه ويجعله في كل درجاته متمكنا من عطف الله ورحمته. والله عز وجل سيرحمه وسيشهد له بكل ما كان به من أعمال خليقة، أعمال حسنة، أعمال فيها نضج أخلاقي، وأعمال كانت فيها طيبة دائما، كان لا يخاصم أحدا، وكان دائما في اتفاق مع أصدقائي، يتعامل مع الكبير والصغير. هذه كانت طبيعة منذ أن كان وتربى على هذه الطريقة منذ البداية. نتمنى الله عز وجل أن يرزق الله الجنة وأن يغفر وأن يعفو عنه، ونشكر الجميع الذين أتوا إلى هذا المكان لتوديعه الوداع الأخير. وهذه عبرة لمن كل شخص يرى أن الحياة الدنيا هي حياة زائلة، فلا بد من أن الإنسان ينتبه إلى أن يوم اليوم سيكون في خبر كان، وهي سنة الله في حياة، أي لا بد من البداية هناك نهاية. في النهاية نقول إن الله إنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما أراده الله عز وجل. نرجو الله الرحمة، ونتمنى للجميع التوفيق، ونتمنى صحافتكم الذين تقوم بتجميع هذه المعلومات وبتوثيق هذا الموقف أن يعينكم الله عز وجل في عملكم ويسد خطاكم، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم العام ديال المرحوم عادل الولي الطويل، بسم الله سعيد الولي الطويل. الحقيقة هي كانت فاجعة كبرى البارحة، كنا في الدار ما كان نتجه على الأمونة الشعبية، إلى أن صدمنا حوالي الساعة التاسعة من الخبر ديال الوقاية المدنية، كيعلمنا بأن الولد في حالة عالجة في السبيطار ديال كاستيخ. بعد أن انتقلنا إلى المكان إلى المقر ديال الدرك الملكي، أخبرنا بالفعل بأنه بالفعل الولد توفى. الأستاذ ديالو فات بأنه كان في رحلة من جمع الأصدقاء ديالو جبل موسى، وأثناء الهبوط ديالهم طلعوا من الجبل، أثناء الهبوط ديالهم قالوا انزلق ديال هادي وطاح، وكانت إصابة بالغة في الراس ديالو، قالوا نزيف. هو اللي أدى مع صعوبة ديال المكان، هو اللي أدى باش مع أصلا باش توصل الوقاية المدنية، كاين تقريبا كيلومتر ما بين الطريق ما بين المكان اللي طاح فيه حادثة، يعني طلب الوقت باش توصل الوقاية المدنية. النزيف ديال الدم زاد أثر عليه. إيوا على أي حال، حقيقة ما يشهد لعادل أنه رجل ديال المواقف، كل شيء يشهد الحمد لله بأنه صحفي متمكن رغم صغر السن ديالو، ديال الميدان، أزوق صادق في نقل كلمة ديال الصحافة. جم الصحفي كله تأثر بهذه الوفاة ديالو، حقيقة كانت فاجعة غير منتظرة بتاتا. وهذا كيبقى كل شيء يقولوا هذا قدر الله عز وجل، خساره إلى جنبي إلى جواري. الله يرحمه. الحمد لله، الله تعالى يرحمه ويوسع عليه القبر ديالو. رجل طيب خلوق صدوق مقبول من طرف الجميع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله. اسمحوا لنا بزاف، اسمحوا لنا بزاف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذه ماشي مناسبه الكلمات ولا ديال داو، انما مناسبه ديال الاعتبار وديال الترحم على الفقيد. نسال الله له الرحمه والمغفره. عادل كان طالب من الطلبه ديالي في السداسي الخامس اللي مات اللي فات، وانا لله وانا اليه راجعون. نسال الله ان يتقبله من الشهداء ويجعله من الشهداء، وان يجعل موته فيه شهادة له وعبرة لنا جميعا، وأن يغفر له وأن يسكن فسيح جناته، وأن يربط على قلوب ذويه ومحبيه، وأن يجعله من الذين يستقبلهم الله عز وجل برضا، فيكون عنده راضيين مرضيين. قد أفضى إلى ما قدم عادل الذي كان يهوى صعود الجبال ليشكو همومه إليها وأحزانه إليها ويفرغ طاقاته فيها، بدل أن يذهب فيما يغضب الله عز وجل أو فيما قد يتلهى به بعض الشباب من أخرانه. فنسأل الله له الرحمة، ونسأل الله له المغفرة، ونسأل الله أن يثبته عند السؤال، وأن يشفع، أن يجعله ممن يشفعون لأهله، وأن يجعل أن يربط على قلب أبيه وأمه وكل أسرته وذويه، وأن يحفظ جميع محبيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.